السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو محتاج انك تبقى الفيديو بتاعك بالشكل ده، تعمل بحث ويبقى من ضمن اول او 5 فيديوهات من ناس بقالها سنة و6 سنين، انا بقالها 4 ايام، ده بقاله 5 سنين، 5 شهور، سنتين، وتوصل للكلمات المفتاحية الخاصة بالفيديو بتاعك، وتوصل لينك 70%، وتجيب الكلمات المفتاحية اللي تخليك في أول محركات البحث. انت محتاج انك تتابع معايا الفيديو ده، وهبدأ معاك الفيديو خطوة بخطوة وشرح للأداة بصورة عايز اقولك انها بطيئة جدا، وهتفهم كل حاجة في الأداة. علشان تقدر تشتغل على الأداة لازم يكون عندك جوجل كروم ده، اوكي؟ بتفتح جوجل كروم، وبعد كده انا هسيب لك رابط الموضوع ده في المدونة، بتضغط هنا بيجي لك الشكل ده، بتعمل إضافة إلى جوجل كروم. بعد لما تعمل إضافة لجوجل كروم بقول لك تثبيت إضافة، كده انت بتثبت الايه الأداة على جوجل كروم. بعد لما ثبتنا الأداة على جوجل كروم لازم نظهرها عندك بالشكل هنا. طب هل هي هتظهر دلوقتي؟ هي هتظهر دلوقتي اهو، بقول لك انه تم واختفت. طب احنا عايزين نرجعها تاني، لازم نروح ضاغطين هنا وعاملين تثبيت ليها. طيب كده احنا ثبتنا الاداء عندك. طب ايه اللي فاضل للاداء عشان تشتغل؟ فاضل حاجة واحدة بس، وهي انك تعمل ايميل. تعمل ايميل ازاي؟ انا دلوقتي عندي ايميل على الريح، بس عشان تعمل ايميل ممكن تعمل كريت ايميل. هنا بيجيب لك الايميل والباسورد، تدخل تعمل كريت. انا مش هعمل الخطوات دي، سهله جدا، بس انا هعمل سينك ان ساين ان ويز ماي ايميل، هدخل بالجيميل بتاعي. اول ما عملت دخول بايميل الجيميل فتح لي الشكل ده. الشكل ده اول حاجه هنا بيجيب لك ايه تحليل القناه بتاعتك، عملت كام ساعه في اخر 12 شهر، ماشي، عملت كام هنا فيو في اخر 60 دقيقة، عمل كام فيو في اخر 48 ساعة، عمل كام فيو في اخر 7 ايام، عملت كام دقيقة مشاهدة في اخر 7 ايام، عملت كام مشترك في القناة. طبعا اللوحة دي احنا عرفناها بالتفصيل. بكده خلصنا اولا. ندخل على ثانيا، وايه الميزة التانية للأداة؟ الميزة التانية للأداة ان احنا مثلا لما نيجي ندخل على اي فيديو من ده، ندخل للشخص ده مثلا، اوكي يلا، بيقول لك الشخص ده عمل 417 ساعة من الفيديو ده، وخد 1,100,000 فيو، أوعدنا يا رب. والسيو بتاعه 60% من الكلمات المفتاحية، ونسبة اللايك بتاعته 98.7%، وفي 1,128 ديسلايك، ومش عارف اعمله ديسلايك ليه اصلا، بالتالي الناس كلها معجبة بالراجل ده، اوكي. وننزل تحت بقى ويجي يقول لك هو عنده في الانستجرام بتاعه اللي هو ضايفه على القناة كام، 461,000 واحد معجبين بيه، ماشي. وده الكلمات المفتاحية الخاصة بالفيديو، واللي فوق دي الخاصة بالمشاهدات، واللي تحت دي هنا كده يبقى عندك نسبتين، في نسبة تالتة بتبقى جوه وانت بتحط العلامات المفتاحية، وهتظهر لك بعد كده وهنشوف بعد كده، اوكي. وتيجي هنا للكلمات الوصفية في القناة، عدد الكلمات 54 كلمة، اوكي. والشاشات النهاية اللي في الفيديو في الاخر خالص، شاشتين نهاية، وده خمس لينكات موجودين في القناة، ادي 1 2 3 4 5، ده بتحسبه لينكات، اوكي، او دول يتحسبوا لينكات، لا اما دول لا اما دول، ماشي. ادي كده 5 لينكات. بنيجي هنا بيقول لك هو الوصف العنوان بتاعه كان 10/10، التاجز بتاعه 10/10، الوصف بتاعه 10/10، في مشكلة عنده في شاشات النهاية عاملها غلط، لا البطاقات عاملها غلط، شاشة النهاية عنده صح، الشاشة المصغرة عنده بصيغة 10/10، ما عملش شير عنده للفيسبوك بس عمل شير لتويتر. وهل هو عام ولا خاص؟ لا هو عامله عام، اوكي. دي الخاص بالفيديو ده. ننزل تحت هندخل هتلاقي القناة بتاعته، القناة بتاعته التوتال بتاعها 16 فيو دلوقتي، في الوقت ده بيشوفها 16 واحد، اوكي ماشي. وعندك هنا في القناة اخر 30 يوم معدل اليومي للفيديوهات،
عدد المشتركين للقناة، عدد المشتركين اليومية في القناة، عدد المشتركين خلال 30 يوم. اوكي طيب، ده كله للقناة الشخصية بتاعت الشخص ده. طيب الفيديو تاجز، الفيديو تاجز هو عامل لنفسه فيديوهات تاجز خاصة بيه اهو هو، بس هو مش عامل للقناة بتاعته تاجز للقناة بتاعته، ويمكن ده مشكلة، بس هو مش محتاج مشكلة وعنده مليون وحاجة مشاهدة، بسم الله ما شاء الله. وعلشان تاخدوا الكلمات المفتاحية الخاصة بيه، انت ممكن تدخل مثلا على هنا تاخد ده كده كوبي وتبدأ تحط عندك في الكلمات المفتاحية للقناة، ودي شرح الفيديو اللي جاي ازاي تعمل الكلمات المفتاحية تبقى خاصة بيك انت، بي سي يو محترم. اوكي مش خاصة بحد تاني زي ده، احنا مثلا كلنا بنيجي ناخد كلمات خاصة بتاعت شخص تاني او قناة تانية ونحطها، لا انا هعلمك ازاي تاخد ليك انت وتبقى تعمل ليك انت كلمات مفتاحية. طيب خدنا ده ورحنا هناك عملناها كوبي وخلاص كده، احنا خدنا ايه، خدنا ازاي، خدنا الكلمات المفتاحية. وممكن كمان حاجة تانية وميزة تانية في الأداة، انك ممكن تدخل هنا تضغط على دي وتشوف ايه المنافسة، الكلمات المفتاحية المنافسة للقناة او للكلمة دي، يعني مثلا دي هايت عليها هايت اعلى، ودي ميديا متوسطة، ودي لو دي ضعيفة مثلا. اوكي ندخل على سكواد مثلا ده، اضغط عليها وهيقول لك ايه الاربع كلمات، الهايت العالية والمتوسطة، ولو في لو اللي هي قليلة هيجيبها لك، مفيش لو مش هيجيبها لك. طبعا في نسخة تانية ابريجيت ليها برو، وانا مش انصح انك تشتغل بيها لان فيها شوية اخطاء كتيرة ومقرفة، لانها لازم تكون بفلوس، اما اللي هي اللي مضروبة او اللي انك اكتبها مثلا على اوبرا او اي متصفح تاني صدقني فيها مشكلة كتير. ده احسن حل واحسن اداة ممكن تشتغل بيها. بالتوفيق يا جماعة، الحلقة الجاية او الفيديو الجاي هشرح لكم وانا برفع الفيديو ده ازاي رفعته وازاي جبت السي يو بتاعه وازاي وصلت بيه لاعلى سي يو موجود. بالتوفيق، واي استفسار عن اي حاجة انصحكم انك تكلموني وهرد عليكم في اي وقت.